حقيقي. خلينا نطلع نشوف الشناوي، يلا بينا نشوف الشناوي وماذا قال، ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. طبعا يعني ما اتكلمتش في الموضوع ده كتير، ان انا بشكر عبد الجمهور المغربي ان هو مسلمنا الفتره اللي فاتت دي. طبعا حضرتك بتتكلم النهائي بطوله افريقيا يعني السنه اللي فاتت، اكيد طبعا هم كانوا بيشجعوا فرقتهم وكانوا بيساندوا فرقتهم. دلوقتي الولاد مش موجوده واحنا نسينا الولاد تكمل، بس حصل خير وان شاء الله احنا مكملين احنا والهلال طبعا باسم الدوله العربيه، طبعا اسم عربي، وان شاء الله هم يساندونا طبعا بكره ويكونوا معانا، دي حاجه كويسه جدا. وطبعا يعني يكونوا يعني ضهرنا زي ما بيقولوا طبعا، وربنا يكرمنا كده بكره احنا بنلعب فرقه كبيره وان شاء الله يبقى لنا كابتن بكره. يعني يا كابتن هاني بصراحه احنا بنشوف الشناوي قائد بمعنى الكلمه.